إثر معارك عنيفة مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، سيطر الجيش السوري على 4 أحياء جنوب دمشق. وقبيل المعارك قدمت الحكومة السورية اتفاقا للتنظيم بشأن إجلائهم إلى منطقة بعيدة في الصحراء السورية، لكن المسلحين اخترقوا الاتفاق ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة. ومع تحرك العملية العسكرية باتجاه جنوب غرب محافظة درعا، فمن المتوقع أن تكون دمشق خالية من المتمردين. هذا ويذكر أن تنظيم داعش فقد السيطرة على مدينة دير الزور، معقله الرئيسي في شرق سوريا، في أواخر العام الماضي، بالإضافة إلى جزء كبير من الصحراء بالقرب من الحدود العراقية.